الرحيم. اولا كنشكرك السي الباكوري اللي انت فلاح وفي نفس الوقت صحافي، ما عندنا ما نديرو، هذا هو اللي كاين. كنشكرك وبسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كنجينا اليوم هنايا كنحتفلوا بمناسبه العيد الفطر مع الاخوان هنا في هذا المعتصم، هذا الاخوان الفلاحه. كنحييو السلطات اللي راها زعما صراحه جات دارت معنا الواجب وخلاتنا هنايا الحمد لله. بغينا نوجهوا التهنئه للفلاحه بمناسبه عيد الفطر. كنحييو هاد الفلاحه اللي جاوا اعتصموا اليوم وجايين يريحوا هنايا، وفطرنا هنا واحد الفطور جماعي، ومازال ان شاء الله غادي تكون واحد المأدوبه ديال الغداء ان شاء الله هنايا، غادي تكون بصفه جماعيه. وهذه تحيه نضاليه لهاد الناس هادو، وحنايا مع جلاله الملك تحت الرايه ديال هاد البلاد، وكنطالبوا بدوره ديال السق، هذا الشيء اللي كنطالبوا به. وشكرا. عيد مبروك، عيد سعيد. نعم سيدي، دابا بغينا الماء ان شاء الله نروحوا لولادنا. نعم سيدي، حيا الملك. سيدي عليكم مبارك لجميع الشعب المغربي. اعتصام. السلام عليكم. عيد الفطر، عيد مبارك ان شاء الله، وعيد مبروك ان شاء الله. شكرا. عيد مبارك سعيد. حنا كنطلبوا جمعة ديال الماء، الماء ديال الفلاحة، هذا هو الهدف ديالنا حنا. الفلاحة راهم ضايعين، خصهم الماء، وخص البادل ماشي تور، خص البادل نتاع الماء، البادل نتاع توار اخرين. حنا لا، وحنا ماشي ضد الماء ديال الصالح للشرب ولا كذا، حنا إلا ما كانش الماء صالح للشرب ما كاين مشكل، ماشي جهة تسكي وجهة ما تسكيش. والمغرب وحده كان العنصرية، هذه راه ما تقولهاش العقلية كاع. يا تك حتى حنا البطراف نديروه، الا بغاو نديروا البطراف نديروا البطراف، نديروا كثر تاع البطراف. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، عيد مبارك سعيد، ونبارك لكم الاخوان الفلاحه وجميع المواطنين ديال المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن. وحنا الحمد لله حنا معيدين هنايا مع الاخوان الفلاحه، متضامنين بعضياتنا ومعيدين واحد الاجواء، واحد الاجواء ديال العيد ربما يمكن احسن من الدار. واخا وليداتنا حنا مفخورين عليهم تما وداك الشيء، ولكن الحمد لله لقينا الاخوان الوليدات الصغار، وهذا الحمد لله. ونقول عيد مبارك سعيد لجميع المسلمين، وتحيات للسلطات والاخوان اللي متضامنين معنا، وشكرا جزيلا. ودابا كمل ديرنا المداخله. بلاتي بلاتي. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا رحنا متضامنين مع خوتنا الفلاحه، وكنطلبوا من المسؤولين يشوفوا من الحاله ديال الفلاح ضعيف، ويعطيو لنا هذه الزغبه ديال الماء، وكل واحد يمشي عيط في الدار ديالو، عيط على خاطرو. وكنطلبوا الصحه لجلاله الملك، والله يحفظه والله ينصرو لينا. انا نعبر على الشعور ديالي. اول عيدكم مبارك سعيد. انا جد حزين اننا نعيدوا هنا في المعتصم في عوض اننا نعيدوا مع وليداتنا. هذا نداء للفلاحه، حنا ملتزمين وعاهدنا نفوسنا باللي اننا نعتصموا في هذا المعتصم ونعيدوا في هذا المعتصم، وبالتالي ما غادي يلومنا حتى شي واحد. العائلات ديالنا اللي بغى يقبل علينا يجي عندنا هو، ماشي حتى اللي يمشيو عندنا. وتحيه نضاليه. شكرا. غادي نقول لكم واحد الكلمه، الله يجازيكم بخير. حنا ان شاء الله النهار جينا غادي نعيدوا هنا في هذا المعتصم. الاحباب ديالنا، العائلات ديالنا اللي كما كيجيو عندنا، كما كيجيو عندنا للدار وكنا عزاز عليهم وداك الشيء، غادي يجيو عندنا المعتصم هنا يغفروا علينا في هذا النهار هذا المبارك. هنا يجيو عندنا يغفروا علينا.